الكل يغني باسمك، الكل يهتف باسمك. انا استمعت جيدا للمؤتمر الصحفي، ذكرت المؤتمر الصحفي بانك لا تستمع لوسائل الاعلام، انك لا تكثر في الانتقادات، ان الانتقادات جزء من عمل مدرب كره قدم. الان تحقق اكبر انجاز في تاريخ الاردن الرياضي بالوصول الى نهائي كاس اسيا، ما هو شعورك؟ انا سعيد، يمكن اسعد مدرب يمكن في القاره وربما في العالم، لانه يمكن يوم تاريخي بالنسبه لنا. وانا دائما اؤمن على انه عمل جماعي. صراحه كل الشكر وكل التقدير للاعبين اللي اليوم صراحه كانوا في واحد المستوى عالي. الخصم لم يكن بالخصم السهل، لكن احنا امننا على ان عندنا حظوظ. ويمكن الخطاب اللي كان يوم امس وكلمه السيد كانت يوم امس، وانه يجب ان لا نبالغ في احترام الخصم اكثر من لازم. يجب ان نؤمن على ان عندنا حظوظ. الحمد لله انه شفنا اليوم على انه كان اكثر فرص في عدد كانت لصالح منتخبنا، والحمد لله. يعني هدفين امام كوريا ليست بسهل. الحمد لله تنتمنى اننا نستمر في هذه الانتعاشه وفي هذا الايمان وفي هذه الثقه الكبيره على اساس اننا نكونوا حاضرين. بس سؤال اخير قبل ما تمشي، خليك معنا. فزت بالتشامبيونز ليج الافريقي، فزت بالكونفدراليه، فزت بكاس افريقيا للمحليين، فزت بالدوري القطري، فزت بكل شيء. هل هذا اهم انجاز بالنسبه لك في مسيرتك الكرويه بصراحه؟ وصراحه يعني كل انجازات مهمه، لانه دائما تاتي بالصعوبه وبالعمل الجاد وبالضغط. وانا اظن انه اليوم هذا انجاز، انا اظن ممتاز بما اعتبر انه انجاز اللي هو قاري. لكن انا اظن كل انجازات الاهم فيهم هو انك تستمتع او ربما تحصد المجهودات اللي قمت بها انت والمجموعه. وهذا تيبين الاهميه والثقه ديال التاثير وديال العمل اللي هو جاد. الحمد لله انه اليوم في واحد المستوى اللي هو كبير، وان شاء الله تكتمل الفرحه ان شاء الله في انجاز كبير ان شاء الله. نقطة أخيرة، قبل تقريبا 20 أو 23 سنة وكنت معك في الباص وأنت متوجه نهائي كأس العالم، كنت أصور في الفيديو، قلت لي أنا مركز حسين معك لقاء بعد ما نفوز. حققت أول لقب لنادي قطر من 25 سنة. نادي قطر صحيح، وفي نفس السنة طلعنا الثاني في الدوري صحيح. لقب كان جدا ممتاز، وكان ربما رجوع نادي قطر للواجهة بعد يمكن غياب يمكن أكثر من 15 سنة دون ألقاب، ورجعنا بقوة. ولكن دائما أنا صراحة أؤمن بالعمل الجماعي. الحمد لله رب العالمين. يا ديانا كابتن محمد، الله يخليك يا أخي، الله يخليني إياك يا رب. والله ألف مبروك كابتن. شكرا كابتن، ألف مبروك، مبروكين جميعا.